السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تامر؟ وصلنا اليوم في مادة الجغرافيا بنحل أسئلة الدروس الأول والثاني والثالث والرابع، طبعا من الوحدة، طبعا الوحدة الثالثة وهي الموارد الطبيعية. بنحل أسئلة الدرس الأول صفحة 11. أولا، ما المقصود بالموارد أو بالمفاهيم الآتية؟ أولا، الموارد الطبيعية. هي الموارد الطبيعية هي موارد موجودة في الطبيعة دون تدخل الإنسان، دون تدخل الإنسان، وهذه الموارد تساعدنا على تلبية احتياجاتنا. اثنين، الموارد الطبيعية المتجددة. الموارد الطبيعية المتجددة هي موارد لها القدرة على التجدد والاستمرار مثل الموارد النباتية. الموارد الطبيعية غير المتجددة هي الموارد الطبيعية غير المتجددة، عفوا، الموارد الطبيعية غير المتجددة هي موارد موجودة في الطبيعة بكميات ثابتة تنفذ من البيئة لعدم القدرة على التجدد مثل النفط. كمان مرة، هي موارد موجودة في الطبيعة بكميات ثابتة تنفذ من البيئة لعدم القدرة على التجدد مثل النفط. السؤال الثاني، صنف الموارد الطبيعية الآتية وفق الجدول الآتي: موارد دائمة، طبيعية متجددة، موارد طبيعية غير متجددة. الموارد الدائمة هي الماء، الشمس، الهواء. موارد طبيعية متجددة التربة، الغابات. موارد طبيعية غير متجددة الفحم الحجري، النحاس، الذهب والنفط. السؤال الثالث، وضح أهمية الموارد الطبيعية. أولا، توفر الغذاء والمسكن للسكان. توفر الغذاء والمسكن للسكان. اثنين، تطور الصناعة. ثلاثة، بناء اقتصاد الدولة. السؤال الرابع، كون تعميما يوضح العلاقة بين كل من: ألف، الطلب على الموارد الطبيعية وارتفاع مستوى معيشة السكان. كلما ارتفع المستوى المعيشي للسكان كلما زاد الطلب على الموارد الطبيعية. كلما ارتفع المستوى المعيشي للسكان كلما زاد الطلب على الموارد الطبيعية. باء، الطلب على الموارد الطبيعية والتطور الصناعي. كلما تطورت الصناعة زاد الطلب على الموارد الطبيعية. كلما تطورت الصناعة زاد الطلب على الموارد الطبيعية. السؤال الخامس، اقترح حلولا للمحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة عن طريق الاستغلال العقلاني المعتدل للموارد الطبيعية غير المتجددة. الاستغلال العقلاني المعتدل للموارد الطبيعية غير المتجددة. الآن الدرس الثاني، افتحوا لي، وهو الموارد المائية. افتحوا لي صفحة 16. السؤال الأول، ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ المياه الجوفية هي مياه. المياه الجوفية هي مياه موجودة في باطن الأرض، يعني في جوف الأرض، وتسربت خلال فترة زمنية إلى طبقات الأرض. هي مياه موجودة في باطن الأرض، تسربت خلال فترة زمنية إلى طبقات الأرض. المياه السطحية هي مياه تجري على سطح الأرض مثل الأنهار والمحيطات. الحصاد المائي هو تجميع وتخزين مياه الجريان الصحي. تجميع مياه الجريان السطحي الناتجة عن هطول المطر للاستفادة منها في الزراعة. تجميع مياه الجريان الصحي الناتج عن هطول المطر للاستفادة منها في الزراعة. الآن قارني بين المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة من حيث: أولا، العمق. المياه الجوفية المتجددة قريبة من سطح الأرض، وغير المتجددة تكون على أعماق بعيدة. من حيث التجدد، المياه الجوفية المتجددة تتجدد باستمرار، غير المتجددة غير قابل للتجدد. الآن السؤال الثالث، تأمل خريطة توزع الأمطار في الوطن العربي ثم اجب عن الأسئلة. حدد المناطق التي تزيد فيها كمية سقوط الأمطار في الوطن العربي عن 500 ملي متر.
أولاً إيش هما يا مس؟ بتزيد عن 500، يعني هاي مو معنى ولا هاي، بس من عند 500 لعند 4000، اللي هم يا مس شمال تونس والمغرب والجزائر، شمال تونس والمغرب والجزائر. أيضاً جنوب السودان وغرب سوريا وجنوب اليمن، غرب سوريا وجنوب اليمن ولبنان. بحدد المناطق التي تقل فيها كمية سقوط الأمطار في الوطن العربي عن 125 مليمتر. لاحظ إنها منطقة واسعة بتقل عن 125، هي سوريا، الأردن، سوريا والعراق وفلسطين ودول الخليج العربي وشمال أفريقيا. كمان مرة، الأردن، سوريا والعراق وفلسطين واليمن ودول الخليج العربي وشمال أفريقيا. الآن جيم، لماذا تتناقص كمية الأمطار في الصحراء الكبرى؟ بسبب المناخ الجاف الصحراوي والحرارة العالية. بسبب المناخ الجاف الصحراوي والحرارة العالية. الآن افتحوا لي صفحة عند الزراعة، صفحة 22. السؤال الأول، ما المفاهيم الآتية؟ ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي هو تلبية حاجات السكان من المنتجات الزراعية والصناعية دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج. المحاصيل النقدية هي محاصيل منتجة بهدف بيعها في الأسواق للحصول على العملات الصعبة مثل القطن والبن اللي هي القهوة. الزراعة المروية، من اسمها مروية يعني بتعتمد، زراعة تعتمد في الري على مياه الأنهار والمسطحات المائية مثل الموز. الزراعة المطرية هي زراعة تعتمد على مياه الأمطار مثل الزيتون. اذكر طرق زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق 1- توفير فرص العمل، 2- زيادة الدخل القومي. السؤال الثاني، أولا وضح أهمية الزراعة. أولا توفير فرص العمل، 2- زيادة الدخل القومي، 3- تزويد الناس باحتياجاتهم من المواد الغذائية. السؤال الثالث، اذكر طرق زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق 1- استخدام التكنولوجيا في الزراعة، 2- استخدام وسائل النقل الحديثة، استخدام وسائل الري الحديثة. إذن كمان مرة، أولا استخدام التكنولوجيا في الزراعة، 2- استخدام وسائل الري الحديثة، 3- استصلاح الأراضي الزراعية، 4- التوسع في الزراعة المروية اللي بتعتمد على المياه أو المياه التي مياه الأنهار والمسطحات المائية. قارن، سؤال الرابع، قارن بين الزراعة المروية والزراعة البعلية وفقا للجدول الآتي. أولا الزراعة المروية مصدر المياه اللي هو مياه الأنهار والمسطحات المائية، أما الزراعة البعلية مياه الأمطار. الأمثلة على الزراعة المروية الموز، وأمثلة على الزراعة البعلية الزيتون. فسر ما يلي، للثروة الحيوانية أهمية اقتصادية متمثلة في الصناعات المختلفة كصناعة الملابس والصناعات النسيجية. ب أهمية المحاصيل النقدية للدولة توفير العملات الصعبة. جيم تدني الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية في الوطن العربي سبب انخفاض مساحة الأراضي المستغلة زراعيا. بين أهم مشكلات القطاع الزراعي في الوطن العربي، أولا نقص المياه، 2- تدهور خصوبة التربة، 3- نقص الأيدي العاملة، 4- تفتيت الملكية الزراعية، 5- ضعف التسويق. الآن يا مس افتحوا لي صفحة 28، نحل الأسئلة. أولا ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ المعادن الفلزية هي تتواجد في الصخور البركانية وتتميز باللمعان وقابلية التشكل وموصلة للكهرباء مثل الذهب والحديد. اللافلزية، المعادن اللافلزية تتواجد في الصخور الرسوبية، تتميز بأنها غير موصلة للكهرباء وتتفكك إلى جزيئات مثل الملح والبترول. أنواع المعادن الفلزية واللافلزية، الخصائص الفلزية اللمعان وموصلة للكهرباء.
أما مثال عليها الذهب والحديد وأماكن تواجدها الصخور البركانية. الخامات اللافلزية خصائصها غير موصلة للكهرباء وتتفكك إلى جزيئات صغيرة. أمثلة على الخامات الفلزية الذهب والحديد. أما الخامات اللافلزية هي الملح والبترول. أماكن تواجدها الصخور الرسوبية بالنسبة للخامات اللافلزية. ثلاثة، وضح أهمية الموارد المعدنية، لها أهمية اقتصادية وأهمية سياسية. السؤال الرابع مبدئيا. السؤال الخامس، بين دور الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني، لأنها تغطي 60% من إجمالي مساحة الأردن، توفير فرص عمل للسكان وعيادة الأمن وزيادة الأمن القومي. كمان مرة، بين دور الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني، لأنه يغطي 60% من إجمالي مساحة الأردن، وتوفير فرص عمل للسكان وزيادة الدخل القومي. وهيك يا ثامن نكون أنهينا حل الأسئلة، ويعطيكم العافية.